وللمزيد حول نتائج الانتخابات وتدخل إيران فيها وحديث عن توبيخ قآني زعماء الميليشيات لسوء إدارة الملف، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء. حياك الله. بداية، يبدو أن عملية التسويف في إعلان نتائج الانتخابات بعدما يقرب من 70 يوما لا تزال مستمرة. برأيكم هذا التأخير دفعته الطعون كما هو معلن، أم أن التسويات الداخلية وإتاحة الفرص أمام الميليشيات للتوافق هي من أجلت من إعلان النتائج؟ سلاح الميليشيات هو الذي أجل كل هذه النتائج، وبالتالي أكد بالدليل القاطع على أن حتى القضاء الحكومي يتخوف من ردة فعل الميليشيات، وبالتالي هو يحاول التسويف تحت حجة تقديم أدلة جديدة لتأجيل الانتخابات من أجل المصادقة عليها، من أجل جعل مساحة للتوافقات الداخلية، لجعل هناك حصة للحكومة من لهذه الميليشيات أو للإطار التنسيقي. نعم. لذلك حقيقة يعني كشفت كثيرا هذه الملفات حتى تواطؤ القضاء، ولذلك ما يجري هو حقيقة الوصول إلى توافقات، وإن وصلوا إلى التوافقات سيتم المصادقة على نتائج الانتخابات الذي لن تتغير حالها كما هي عليه الآن. اليوم وبحسب وكالة رويترز، وبخ إسماعيل قآني زعماء الميليشيات تحديدا العامري والخزعلي لسوء إدارتهم ملف الانتخابات. كيف تقرأ هذا الفعل فيما لو تأكد وعلاقة قآني بملفه أو بملف الشؤون الداخلية في العراق؟ من المؤكد قآني هو يتدخل في الشؤون الداخلية وليس هذا التدخل الأول، لكن هذا التوبيخ حقيقة يؤكد على ثلاثة أمور. الأولى أن الانتخابات ونتائجها أيا يصل إلى السلطة فإن إيران صاحبة السطوة عليه، وبالتالي سينفذ مصالح إيران، ليس كما يشاع على أن هؤلاء أو الإطار التنسيقي هم العمود الفقري للمحور الإيراني داخل العملية السياسية. بمعنى أن قآني يقول لهم سواء كنتم أنتم في السلطة أو غيركم دعوا العجلة تمر، لأن مصالح إيران هي الأولى. وثانيا يؤكد على أن الإطار التنسيقي ليست قوة عراقية إنما أدوات لدى الحرس الثوري الإيراني وقآني تحديدا وإيران، وبالتالي هذه الأدوات لا يمكن أن تكون أو تصنع لنفسها هالة أنها زعامة سياسية أو أنها كتلة سياسية، هي مجرد بيدق يحركه الإيرانيون من أجل الوصول إلى مصالحهم، وبالتالي يؤكد على تدخل إيران بشأن الانتخابات ونتائجها، وهذا ما سيعكس على أنه نهاية المطاف ستكون الحكومة مشكلة بتوافق أمريكي إيراني ولا قيمة لنتائج الانتخابات. هذا فحوى حقيقة ما جرى من عملية التوبيخ التي لها رسائل واضحة تماما، وهو حقيقة استعطاف من قآني كرسالة إلى أمريكا أنه وبخ يعني المقربين أو الأدوات المسلحة التي يمتلكها داخل العراق حتى تسير العجلة كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم إحراجها عالميا على ما جرى من انتخابات ومن تدهور الحالة السياسية والعملية السياسية التي وصلت إلى أفق مسدود، وبالتالي لا وجود للديمقراطية إنما هناك وهما حقيقيا لها، وبالتالي نتائج الانتخابات ستمضي على ما أصدرت عليه المفوضية حتى لا تكون هناك تشويه للعملية السياسية أو العملية الانتخابية خارجيا، وأما داخليا في العراق فالكل يعلم تماما أن العراقيون يصفونها بأنها عملية مزورة لا قيمة لها. بالتوازي، كيف ترى تراتبية التي كشفتها وكالة رويترز بين قادة الميليشيات في العراق وحجمهم الحقيقي أمام قآني، فيما يروج قادة تلك الميليشيات أنهم أسياد البلاد؟ يعني من المؤكد تماما هؤلاء أقزام وليس أسياد البلاد. العراق يستحق أكثر، لأن العراقيين حقيقة يمتلكون الزعامة والقيادة في بنيتهم الشخصية، وبالتالي هؤلاء لأنهم طارئون على العراق وهناك نقص حقيقي، وبالتالي يبحثون عن تسوية هذا النقص الموجود في داخلهم، لأنهم كانوا أدوات سابقا وبعد الاحتلال أيضا أدوات سواء للمحتل أو للإيرانيين، وبالتالي الصغير لا يمكن أن يكون كبيرا عندما يتعامل أو يكون عميلا للدولة لتنفيذ أجنداتها داخل وطنه أو على حساب أبناء الشعب، بالتالي هذا قزم ولذلك لن يكونوا أسياد العراق، وبالتالي هي كشفت حقيقة أن هؤلاء مجرد
يعني ورقة تستخدمها الإيرانيون أو يستخدمها الإيران، وليس النظام الإيراني، إنما فيلق القدس وهو الحجم الصغير داخل الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم هؤلاء كأدوات لتنفيذ مشاريعه، يقدمهم يؤخرهم لحين تحقيق المكاسب التي يريدها. سقوط طائرة مسيرة قرب جهاز أو مقر جهاز المخابرات في بغداد، ومن قبلها محاولة لاغتيال الكاظمي، إلى أي مدى ترى أن إيران لم تعد تحكم سيطرتها على الميليشيات وتضبط إيقاعها كما كانت في أيام قاسم سليماني؟ أولا، هؤلاء لا يمكن ضبط إيقاعهم لأنهم حقيقة مدمنين مخدرات، وبالتالي تجار ومروجين مخدرات هؤلاء يستخدمون السلاح للوصول إلى المال، وحتى هم عندما يتصارعون على المناصب هو حتى يستحصلون المال من أجل استزادتهم، وبالتالي هؤلاء تحكمهم هذه الأدلوجية، وبالتالي ترى جرى تجميعهم، هم ليسوا مؤدلجين على رجل أقل برجل واحد، وليسوا هم، ولذلك مصالحهم هي التي تسيرهم، فمن الصعب أن تضبط إيقاعها، وبالتالي سيتحدث انفلاتات في المستقبل. سقوط الطائرة المسيرة قرب جهاز المخابرات، وقبله صاروخ كاتيوشا، وقبله اغتيال بعض ضباط جهاز المخابرات، يؤكد على عجز هذا الجهاز في ملاحقة الميليشيات بطريقة واضحة تماما. وهنا السؤال الذي يطرح، لو كان غير الميليشيات من أطلق الطائرة المسيرة ماذا سيفعلون؟ ربما سيأتون بكل دول العالم لمحو منطقة من هذه المناطق التي ينتمي إليها هذا المسلح أو ذاك المسلح. هذا حقيقة يعكس عجز واضح تماما وتخادم وتخاذل للمخابرات ولغيرها أمام سطوة الميليشيات وقوة السلاحية. في ظل كل هذه المعطيات، هل ستقبل الميليشيات بنتائج الانتخابات كما هي نزولا عند رغبة قاآني، أم أن الأمر خرج عن السيطرة وسيشهد العراق مواجهة تشهدها الشوارع بدلا من لجان الانتخابات؟ المواجهة حتمية لا شك، ربما تتأجل أو تتأخر، لكن في نهاية المطاف هؤلاء يبحثون عن المال، وبالتالي تعودوا على القتل وعلى أنهم يستحصلون كل شيء وفوق القانون، لا يمكن بالسهولة إرجاعهم إلى الأخفاص الذي تربوا فيها وأخرجتهم إيران منها، من الصعوبة الرجوع إلى هذه الأخفاص. لذلك حقيقة المواجهة قادمة، لكن ربما هذه المواجهة تختلف بتأخيرها أو تعجيلها، لكن المحصلة النهائية هي التي تعتمد على تفجير الأوضاع، هي هل سنذهب إلى حكومة توافقية أم إلى حكومة أغلبية انتخابية. هنا حقيقة حتى توبيخ القاآني هو يريد أيضا الدفع باتجاه للسيطرة عليهم أو لاحتوائهم وليس للسيطرة عليهم لحكومة توافقية، وبالتالي هذا ما يجري عليه الآن في مفاوضات واضحة، عندما أرسلت المالك الذي شتم مسعود البرزاني وشتم محور الأكراد بطريقة كبيرة طوال الأشهر الماضية من 2014 إلى 2020، لكن بالنهاية عندما جاءت المصلحة لإيران ذهب واستقبلوه. كل هذه التحركات تهدف إلى عملية أن تكون حكومة توافقية كما كانت سابقا، وبالتالي هذا يهدف أيضا لكسب الود الأمريكي للذهاب باتجاه حكومة توافقية. إذا حدثت الحكومة التوافقية وضمن هؤلاء مناصب لهم، سيتم نزع فتيل الأزمة قليلا، لكن القضية ذهبت أن هؤلاء عسكروا المجتمع وعسكروا أنفسهم، وبالتالي العسكرة ما ينتج عنها إلا مواجهات حتمية. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.